من 2009 ما فعله رونالدو في تاريخ الريال يعتبر خرافي، خرافي وعالمي. هو عمره 33 عام وقالوا أنه عمره 23. أكبر هداف في 2018 كريستيانو رونالدو، أفضل هداف في سنة 2018. يحاول المرور، يعدي مارتشيلو، التصويب لكن بعيد على كولوريس كاريوس. محاولة هجومية ملكية بأقدام برازيلية لمارتشيلو، والكرة رونالدو، رونالدو، رونالدو أرادها في التسعين. كريستيانو العجيب، رونالدو الموهبة، يعدي. لا راية، راية لكريم بنزيما. كريم يوزع يا ناتشو على الطاير يا حبيبي، كاد أن يكون غدار. التسويب، غدار، غدار الفرنسي. كريم، 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 والكرة إيسكو، إيسكو، إيسكو وحده، إيسكو وحده على العارضة. جول، جول. شنو هذا؟ شنو هذا؟ ريال مدريد عنده أكبر المعاد، ليس هنالك إلا ريال مدريد، صانع الفرحة وباعث العيد. كريم بنزيما الداهية، كريم الداهية. شوف، شوف، شوف يا حبيبي، شوف غلطة بدائية ألمانية. الفريق الملكي أينما ذهب وحتى الرحال كسب الرهان مهما طال الزمان. فريق زينتين زيدان. ناتشو يوزع، والتسويب، التسويب من إيسكو. لوريس كاريوس ينقذ الكرة. كل لاعبي ليفربول في التوجهات الدفاعية. شو هذا؟ شو هذا؟ لا 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 يا بين، لا حرام. شو هذا الغرام؟ ما هذا الغرام؟ هدف عالمي، هدف خرافي من كارث بيل. شنو هذا؟ تار، 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 الويلزي تار باليسار، جابها له كارث بيل، حطها له. فريق زيدان، ريال مدريد، رواية كرة إسبانية فرضت سيطرتها على كامل أرجاء القارة الأوروبية. العب يا جارث بيل، العب لعبك وانسى تعبك. كرة جول، رونالدو، روبرتسون يحرم رونالدو من خامس أهدافه النهائية. بيل، شنو هذا؟ شنو هذا؟ باي باي ليفربول، باي باي ليفربول. ريال مدريد بكارث بيل ينهي المباراة النهائية. الخرافي كارث بيل يسعد الجماهير الملكية في ليلة عالمية، في ليلة خرافية. نقول مليون مبروك لجماهير الريال، للميرينجي، وحظ أوفر لليفربول ويورجن كلوب. طبعا أمامنا زين الدين زيدان يدخل التاريخ من واسع أبوابه بثلاث أدوار نهائية متتالية، ثلاث ألقاب قارية. لوريس كاريوس لن ينام طيلة هذا الأسبوع.